تقرير مثير للجدل سبب ردود أفعال غاضبة من القناة الفضائية وإدارتها، ودفع بعض المحتجين لاقتحام أسوار القناة بسبب محتوى التقرير وما جاء فيه من محتوى اتضح أنه سبباً كبيراً دفع القناة لإذاعته. فما القصة؟ لم يكن تقريراً عادياً، حيث استفز مشاعر الملايين في المنطقة وأثار استياءً واسعاً بين المشاهدين والمتابعين لما تضمنه من توصيفات وألقاب مسيسة وغير عادلة. فقد تداول مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي في المنطقة، بينها تطبيق تليجرام وواتساب، مقتطفات من تقرير بثه برنامج MBC في أسبوع والذي أذاعته القناة السعودية، وتم بثه وحمل عنوان ألفية الخلاص من الإرهابيين، وهو التقرير الذي جاء بمحتوى ومضامين أثارت غضب المتابعين. فقد أظهر التقرير شخصيات قيادية من بينها مؤسس القاعدة أسامة بن لادن وغيره من قادة التنظيم، بالإضافة إلى قادة ما يعرف بمحور المقاومة الذي تقوده إيران، من بينهم رئيس حركة حماس يحيى الصنوار الذي رحل عن عالمنا بعد مواجهة وقعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية. وكذلك ظهر في التقرير سلفه إسماعيل هنية الذي رحل في عملية اغتيال في طهران نسبت إلى إسرائيل نهاية شهر يوليو الماضي. التقرير تضمن أيضا أسماء أشخاص آخرين وسماهم بالإرهاب، من بينهم قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، اللذين رحلا عن عالمنا في ضربة أمريكية بالعاصمة العراقية بغداد في شهر يناير من عام 2020، إلى جانب الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله الذي رحل أيضا في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 من سبتمبر الماضي. ومع انتشار مقاطع الفيديو للتقرير حتى سادت ردود أفعال سلبية للغاية من المتابعين الذين وصفوا التقرير بالمجحف والذي يتجاهل حقيقة أن من رحلوا في التقرير الكثير منهم كانوا يقومون بمقاومة مشروعة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحتل بلادهم من أمثال السنوار وهنية. وبعد ساعات قليلة من إذاعة التقرير اقتحم محتجون عراقيون غاضبون مكاتب قناة MBC العراق في العاصمة بغداد. ووفقا لمسؤول في وزارة الداخلية العراقية فإن نحو 500 شخص اقتحموا مبنى القناة السعودية وأقدموا على تحطيم الأدوات الحاسبة وحرق قسم من المبنى، موضحا أن فرق الدفاع المدني أخمدت الحريق وفرقت القوات الأمنية المحتجين دون التحدث عن أي عمليات توقيف على الفور. وتساءل الكثيرون من رواد السوشيال ميديا عن السبب الذي يدفع القناة السعودية لتبني الرواية الإسرائيلية عن الأشخاص الذين تم اغتيالهم في التقرير، خصوصا وأن القيادات الفلسطينية المذكورة فيه لم يكن لها أي دور أو مواقف عدائية من المملكة العربية السعودية، في حين ربط آخرون مواقف MBC بالسياسات التي تنتهجها قناة العربية في الآونة الأخيرة، وهي القناة الإخبارية التابعة لمجموعة MBC، حيث وصفت سياسات القناة التحريرية بأنها منحازة للجانب الإسرائيلي وأكثر ميلاً لإبراز روايته وتبرير أفعاله، وهو ما أثار التساؤلات حول السبب في ذلك، وإن كان الأمر مرتبطاً بسياسة القناة التحريرية فقط أم يعبر عن توجه سياسي أكبر؟